هلا صحيح البصل مفيد، بس عن جد الواحد كل ما كتر منه بتوجعه معدته. يا جماعة انتو عندكم شي صودا او كولا لحتى نهضم؟ لا ما عنا. انا بجيب بابا هلا، بروح فورا وبجيب لك. يا عمري وروحي انتي، شايفة كيف متعلقة بيا ابوها؟ وانت تعودت على الراحة على الاخر، بدك صودا وقهوة وشاي طلع فيني، بس تجي البنت فهمها كل شي بعدين روح انقلها على بيتك وين ما بدك واشرب اللي بدك اياه. عديم الشخصية. ألو حبيبي، كيفك يا عمري؟ يا روح أبوك أنت. يا أمي هدول ما بيكفوا، وأكيد ما رح يعطيني بنتين. روح جيب مصاري. طيب يا حبيبي طيب. إيه وأنا كمان اشتقت لك صدقني. إن شاء الله يومين بيجي. شو بدك جيب لك معي؟ ها؟ سيارة على التحكم؟ تمام تمام يا وردة أبوك. معقولة ما جيب لك تقبرني أنت؟ زينو حبيبتي، لك روحي جيبي كالونيا او شي شغل. البنت اجت الجمده وما عادت تحكي ولا لك كلمه. لك حمد ربك انه ما اغمى عليها للبنت. شفت نتيجه عمايلك؟ يلا ضحك عليها كمان، يلا الف لك شي كذبه ثانيه على البنت. يلا انت شو عم تخبصي؟ مو وقتها. شو كلام ثقيل على قلبك؟ الك سنتين عم تلعب بمشاعر البنت. يلا هلا بدك تفهمها كل شي، اقعد احكي لها للبنت. انا ساكت كنت مشان مصلحتها وانت بتعرفي هذا الشيء. انا شو ساكت؟ الله يلعنك. ما تقولي الله يلعنك وليه؟ اضربني. يلا تفضل اضربني. يلا ما اخنك هلا والله. زينو حبيبتي. يا زينو شبكي يا عمري؟ قديش عمره؟ مين هاد حياتي؟ عم تحكي عن ابنك 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 ابنك. عمره 8 سنين، وأنا قبل سنتين اتطلقت من أبوكي. هداك عمره 8 سنين وأنتو من سنتين اتطلقتوا عن جد؟ وأنا كل شي كنت مفكرة أني بعرفه عن حياتي خربتوه أنتو بخمس دقايق وهديتوا الدنيا فوق راسي. ولك أنتو شو عم تقولوا؟ شو هذا الشي اللي عم تقولوه؟ قولولي ها؟ شو؟ شو؟ انتو الاثنين اتضحكتوا علي، وانتو بكل بساطة عم تطلعوا بعيوني، وانتو عم تكذبوا علي. قلولي ليش؟ ليش كذبتوا علي؟ وانت كنت كل ما تجي على البيت بس كان ناقص اركان تحت رجلك وامل اللي بدك اياه. ومن لما انت رحت انا بكيت كتير من وراك ولأيام كمان، وانت كنت بلا احساس. وانت كنت هون بس ما قلتي ولا شي، ما قلتيلي ولا شي. ماما زينو زينو شو بدي قلك يا بنتي؟ شو فيني قلك؟ انت طلعت دموعك لبرا وانا دفنتن جواتي. ازعل على خيانته الي ولا ازعل عليكي ولا ازعل على عمري؟ على شو ازعل؟ بعدين عم حاول اتصرف مع هالرجال ولا كأنه صاير شي، حط له الاكل وفوت على غرفتي انحبس جواتها. احكي للبنت، ما قلت لك احكي لك كل شي للبنت فورا؟ زينو طلبت منه يحكي لك. وأنا كمان كتير بكيت وضليت فترة عم بحترق من جواتي. قلت لها لأمك إنها تريحني وتهدى علي شوي، هي اللي طفشتني من هذا البيت وما خلتني قاعد فيه. لك لو مريحتني بس شوي كنت ما تركتكن وبقيت معكن والله العظيم. الله يا بنتي الله يلعنك. لك أنا قلت لك ريحيني شوي، بس انت اللي طفشتيني من هذا البيت. أنا بسببك رحت وتركت البيت وتركت أولادي. ما حكيت هيك. لك انت يلا فهمها للبنت، اشرح لها كل شي لبنتك إلا الحقيقة. انت ما عم ترضى، يلا هلا بدك تقول لها. تمنيت شي مرة بس تضحكي بوشي. يلا كل السبب بكل شي صار، انت السبب. قولي لها. زينو زينو زينو. علي شو عم يصير؟ بشو؟ كيف بشو؟ شو قال لك الرجال؟ اكيد ما عم توقع بشي مصيبة. ماما يعني شو بده يقول لي؟ قال لي انه انتو رفقات ولا عاد تتخانقوا وهيك يعني. علي يا الله. ليك
علي ليك لما بحكي معك بجدية ما تعمل هيك حركات، عم تعصبني. ماما وأنا عم بحكي معك بجدية. ما عم تحكي بجدية أبدا. ها يا سلطانة داريا، أنتي ما تقلقي، ليكني ما عم بوقع بمصيبة ولا عم بتصرف بسخافة، أنا عم بتسلى عرفتي؟ يعني هيك تسلاي. وحتى بدي أعمل مثل لاعبين كرة القدم وأقول لهم تشنجت رجلي 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 يا جماعة، ما عاد أقدر أوقف. كل مرة بتعمل فيني، بس لا تعمل هيك. داريا 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 افتحوا الباب. داريا تمام تمام، بسرعة بسرعة. شوفي داريا، زينو لا ما لهون، زينو مو هون. وقفي شوي، شوفي اسحب هالكرسي، اهدي داريا. زينو ما لهون، شو صاير؟ زينو عرفت بكل شيء، سمعت أبوها. شلون يعني بشو عرفت خالي؟ ما في شيء علي، خلص انت التهت حالك. شلون يعني؟ وينه زينو هلا؟ اشربي مي وارتاحي. تمام، انا رح اتصل فيها وافهم منها. احكي معها يلا. ايه رح اتصل. سكي اشربي مي، خدي واهدي شوي. روقي اهدي. شبك عرب رحت على بيت خالي فخرية وسألتهم؟ رحت على بيت خالي فخرية كمان، ما لهنيك. مرحبا. سلام عمي، شفتوا زينو شي؟ لا والله يا عبد. شو شقت الأرض وبلعتها؟ خالتي شفتي شي زينو؟ ما شفتها. لا والله يا عبي. يا الله وين تكون؟ يلا تعال. يلا زينو معلم، شفت لنا زينو شي؟ لا والله ما شفتها. زينو وينك؟ لو سمحتي شفتي زينو شي؟ لا ما شفتها. فاردي يا الله وينك زينو؟ فاردي وينك؟ خالتي داريا شو صار؟ ما لقيتها. شو عم بتقول؟ ابني دوروا عليها، امي حطها لفوق. طيب يلا دوروا عليها. زينو فاطمة شفت زينو شي؟ لا ما شفتها. ليش شو صاير؟ انا بفهمك بعدين. زينو انا رح بالك. شو صار؟ لقيتوا ولا زينو؟ يا الله. علي لقيتوا؟ لا ماما ما لقيناها، دورنا بكل مكان ما في حدا. يا الله والله ما عم بفهم وين بتروح هالبنت، كأنه انشقت الأرض وبلعتها. لقيتوا؟ شو صار؟ لك بيت، لك بيت. هات قدر يا علي. اهدي مشان الله. اهدي شمال. يلا هلا روح لقيها لزينو وخدها. لقي زينو وخدها، يلا روح. كله منك يا ابو خلص شبكي، كل شي صار بسببك انت وعم تحاسبيني. لك انت قاتل. تمام علي، انتو بعدك وانت معلم فرات، لا تكتر حكي لو سمحت، مو وقتك. شو عملت انا؟ الى سنين بتقلي قول للبنت وقول للبنت وقول للبنت، لكني قلت لها شو صار اختفت؟ لك لك كل دولي بعدك. اذا بصير لك شي لبنتي رح قاتلك بايدي. عم تفهم؟ رح قاتلك يا فرات، رح قاتلك بايدي. واحد واطي خير ان شاء الله. ليش الكل مجتمعين هيك؟ صاير شي مشكلة؟ بلال زينو اختفت. تمام اهدوا منلاقيها، بنت صبية وين بدها تروح؟ بس شو صار؟ انتم متخانقين شي؟ لا ما نن متخانقين مع زينو، بس لما شافتهم علقانين مع بعض البنت هربت. بس تمام انا هلا بطلع وبدور عليها بالسياره. خلاص انت ما تزعلي حالك. روح استنى، نحن جايين معك. خلاص امشي معي. تعال طول شوي، ما في شيء. تعي اشربي مي، تعي يلا فوتي اقعدي. تعي حبيبتي، تعي واهدي شوي. الله يوفقك. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.